تعرفت عليه قبل ما يدخل الحكومة في البرلمان، تعرفت عليه كذلك لأنه هو من الأسرة ديال الفلاحة لما كنت في وزارة الفلاحة، ولكن عرفته أكثر وعرفت الأدوار ديالو عندما دخلنا للحكومة جميعا. سي عبد الله فهو الله يرحمه خسارة ليس لحزب العدالة والتنمية فحسب، خسارة للمغرب، خسارة لجميع المغاربة ولأصدقائه، لأنه كان رجل توازن، رجل البحث عن الحلول السالمة والسالكة، وكان هادي رحمه الله، وكان لا يتأثر حتى في يعني الأوقات اللي كيكونوا فيه مواضيع قوية، ودائما كان كيجي بالكلمة الصائبة بالحل الصائب، فرحمه الله وأسكنه في فسيح جنانه وألهم الصبر لداويه ولرفيقه وأخيه سي عبد الإله بن كيران، الذي أنا عندي اليقين أنه سيتأثر أكثر منا كلنا جميعا.